للمزيد من التفاصيل عن مبادرة ابدأ بينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ محمد عبد السميع، عضو فريق مبادرة ابدأ، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ نسي وكل مشاهدين برنامج المبادرة. أشكرك يا فندم. كلمنا عن مبادرة ابدأ وأهميتها يا فندم. بالنسبة لمبادرة ابدأ، الحقيقة أنا هتكلم من أول تكليف السيد الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي. هو التكليف كان بيتفق ان احنا نوجد مبادره وطنيه نطور منها الصناعه المصريه وتكون هي ذراع التمكين الاقتصادي لمبادره حياه كريمه. المبادره تكون في اطار مشروع متكامل للصناعه ونعمل فيه تنميه للعنصر البشري وكمان نوصل التنميه داخل المراكز وقرى حياه كريمه، بالاضافه كمان ان احنا نوجد فرص عمل ونقدر نقلل الفجوه الاستيراديه، ودي الاهداف العامه اللي احنا كشباب برنامج كنا حاطينها قدامنا علشان نشتغل عليها في المبادره. الحقيقه احنا بدانا المبادره الاول كونا فريق متكامل من شباب البرنامج الرئاسي، وده كان فريق متخصص من الاقتصاديين المتخصصين في الصناعه، اللوجستيات، الاستثمار، وكان هدفنا الاساسي ان احنا نطبق كل العلوم اللي درسناها ان احنا نشوف بدايه ازاي نبدا المبادره دي وازاي نخطط لها علشان نقدر نطلق المبادره. بدانا بعمل وسط عمليات المبادره الوطنيه وجمعنا كل المعلومات المتعلقه بالصناعة علشان نقدر نطورها. جبنا معلومات من هيئة المواصفات، من هيئة التنمية الصناعية، من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، شفنا كل الأطراف المعنية والجهات الرسمية الموجودة في الدولة، قدرنا نعمل قاعدة بيانات كاملة لكل مراكز حياة كريمة، إيه الميزة التنافسية اللي موجودة داخل كل مركز أو كل قرية، إيه المهنة اللي تقدر يكتسبها كل الأفراد اللي موجودين في المناطق اللي عندنا. يمكن كنت لسه هسأل حضرتك على الربط إزاي بين مبادرة حياة كريمة ومبادرة ابدأ يا فندم؟ هي دي الفكره اللي وجدت عليها المبادره الحقيقه، زي ما حضرتك قلتي الربط بين المبادرتين. مبادره حياه الكريمه فيها فريق الرصد الميداني وفيها كل الافراد اللي موجودين للمشروعات اللي بتتم دلوقتي، وده احنا كان هدفنا ان احنا نجمع معلومات مش بس من الجهات الرسميه الموجوده، لا نقدر نجمع كمان معلومات من على الارض، نقدر نشوف المشروعات الصغيره اللي شغاله في ايه، كل منطقه بتتميز بمهنه للمواطنين الموجودين فيها نقدر نجمعها بشكل دقيق ونعرف المشاكل الحقيقيه اللي بيواجهوها، سواء مشاكل تمويل محتاجينها، مشاكل عايزين يتدربوا تدريب كويس، المنتج بتاعهم مش كواليتي او الجوده بتاعته مش كويسه، عايزين نعلي الجوده بتاعته، ازاي نقدر نربطهم بسلاسل الامداد عشان يدخلوا القطاع الرسمي اللي موجود في الدوله. وده الحقيقه ساعدنا فيه كل الفريق اللي موجود في حياه كريمه والمنتشر على مستوى الجمهوريه في كل المراكز اللي بيتم تنفيذ فيها المشروع. انتوا في شراكات بينكم وبين شركات يعني في الدول الخارجيه، دول العالم استاذ محمد؟ بالنسبه للشراكات احنا بدانا جمعنا كل البيانات، فكان الاساس عندنا ان احنا نجتمع برجال الصناعه المصريه وكل الجهات اللي موجوده عندنا او كل الاطراف المعنيه، ومن ضمنها كان كل اتحاد الصناعات ورجال الاعمال، ولقينا المستوردين هو عامل اساسي علشان نقدر نقلل الفاتوره الاستيراديه. المستوردين كان دورهم محوري في النقطه بتاعه المبادره ان احنا نقدر نقعد معاه ونشوف هو بيستورد من مين كشريك تكنولوجي من بره، لان اغلب الفاتوره بتبقى من بره مصر كشركاء تكنولوجيين، وهما كان ليهم دور اساسي ان احنا نقدر نقعد كمان مع الشركاء الاجانب. احنا دلوقتي قاعدين مع شركاء اجانب وعملنا شراكات معاهم، احنا واصلين ل 64 شراكه من ضمنهم شركاء مصريين صناعيين وكمان شركاء اجانب من احدث التكنولوجيات اللي موجوده في العالم. طيب انا عايز استغل الوقت المتبقي عشان نفهم كمان المواطن المصري مبادره ابدا بشكل يعني مبسط اكتر. لو اخذنا نموذج لمحافظه، ايه اللي بيحصل من قبل مبادره ابدا؟ طبعا اكيد هذه المحافظه بيكون ليها قاعده بيانات على يعني حياه كريمه، ما هذه القاعده بتقول ايه اللي بتتميز به هذه القريه او هذه المحافظه. مبادره ابدا بعد ان تاخذ هذه البيانات، ايه اللي بتبدا بيه استاذ محمد؟ احنا اول شيء بنعمله ان احنا بناخد البيانات بتاع المحافظه. لو هنقول ان في محافظه مثلا بتتميز زي محافظه الشرقيه او محافظه المنيا عندهم بعض المهن اللي موجوده زي صناعه الاخشاب او الورش اللي موجوده، بيبقى عندنا حصر بالصناعات الصغيره اللي موجوده هناك، بنقول ايه المشاكل اللي بتواجههم، سواء بيواجههم مشاكل في تقنين اوضاعهم، التراخيص مش مكتمله، الكهرباء، الميه، هو عايز معدات او ماكينات من بره عشان يطور من المنتج بتاعه، فنقدر نقدم له الدعم المادي بتربيطه مع جهات التمويل اللي موجوده في مصر، وكمان بنربطه مع كل جهات التدريب اللي موجوده داخل الدوله عشان يطور من نفسه. ده بالنسبه لنطاق
المحافظة اللي موجودة أو نطاق المركز اللي هو موجود جوه. خليني يمكن أخد من اسم المبادرة أستاذ محمد، المبادرة اسمها ابدأ، فلو نتكلم هنا بشكل مباشر مع المواطن، نتكلم مع أهالي هذه القرى، نقول لهم إيه من المبادرة؟ وطبعا مستخدمين الاسم، اسم ابدأ أستاذ محمد. احنا دايما بنقول الرساله بتاعتنا في البرنامج بنقول ابدا، يعني احنا محتاجين دلوقتي ان يبقى في تبدا دلوقتي حالا، تبدا تشتغل، تبدا تعمل مشروعك، تبدا صناعه دلوقتي. احنا بنقول ان العصر او الجمهوريه الجديده دلوقتي بتوفر كل المميزات وكل التسهيلات لبدايه نشاط صناعي كبير جدا على مستوى الجمهوريه، سواء من اول القريه لغايه المشروعات الكبرى عندنا كمحور. احنا بنقول لكل مواطن او كل حد مهتم بالصناعه، مهتم بمشروع صغير، بنقول له ابدا دلوقتي، اتصل مع المبادره نقدر ندعمك سواء ماليا او في التدريب او في التمويل او ان احنا نوفر لك كل سبل نجاح صناعتك. الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا يعني على هذا الحديث وعلى هذه التفاصيل، وطبعا كل الشكر للقائمين على هذه المبادره، مبادره ابدا. شكرا جزيلا استاذ محمد عبد السميع، عضو فريق مبادره ابدا، المبادره الوطنيه لتطوير الصناعه المصريه. شكرا جزيلا.